للمدريديين يلزم يعرفوا هذا الرجل، هذا الملك اللي كان الريال اسمه نادي كرة القدم بمدريد، هو اللي أعطاه اللقب الملكي الريال. إذا الريال سامي خضيرة ولدنا يحقق كأس إسبانيا، تتويج مهم للرياضة التونسية أعتبره في هذا العام أيضا الاستثنائي في كل المجالات. وهنا راموس يرفع الشعار الإسباني، ريكاردو كاكا في أول لقب، دي ماريا في الضربة الأولى، جرانيرو في التتويج الأول، كارفايو ما أحلى قدومك، والآن أوزيل ما أجمل وروعة قدومك. الآن المدريديين المدريديون يتقدمون واحد تلو الثاني من أجل معانقة الكأس في ليلة تاريخية في الميستايا، ميستايا 2011 كتبت بألوان البلانكو وطبع فيها ببريق الأبيض مدريد. إذا لم يختم الانتس فرناندو الجوليادور اللي قال كأس إسبانيا سيعود للريال، ليس بالعاطفة لكن بما شاهدته في كلاسيكو الليغا، هكذا كان التصريح اليوم في الماركا لفرناندو جوليادور مورينتس مورينتس. إذا الكامبيونس الآن على طول نذكر أن ريال مدريد سيغادر على الطائرة إلى سيبيلس، اللي يقدر يلحق بمدريد العاصمة وعنده فيزا يمشي للسيبيلس، ستبدأ احتفالات الكوبا. هذا هي الكاس، إيكار كاسياس يتلقى التهاني، أنت مبجل في العائلة المالكة يا كاسياس، ليس لأنهم ممكن مدريديين، ليس لأنهم أولاد العاصمة، بل لأنك كابتن منتخب إسبانيا، بطل العالم وبطل أوروبا. فلورنتينو بيريز يستعيد ذكرى البطولة، الرجل الذي صرف 420 مليون يورو، يعني يورو يحق يورو، يورو مع يورو، يحقق الكاس واللقب ويستعيد الأمجاد. ارفعها عالية فهي غالية، ارفعها عالية فهي غالية، ارفعها عالية فهي غالية. إيكار كاسياس إس الكامبيون، الريال مدريد يتقدم ليحصل على لقب 18 في كأس ملك إسبانيا بفضل رونالدو صاحب هدف الكأس في الدقيقة 103 من مباراة مثيرة ومن لقاء كان متساوي ومتكافئ ومتوازن بين الريال والبرسا، لكن في الأخير للكرة أن تختار وفي الأخير اختارت الريال. إذا أصدقائي المشاهدين بدأنا عند الساعة 10:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، والآن بعد ساعتين واربعين دقيقة من نسق ماراثوني على الجميع نأتي إلى لحظة الختام، مشهد الختام، كرنفال التتويج، لحظة البوديوم، لحظة التاريخ. هكذا هو الريال وهكذا هي كرة القدم في إسبانيا، صراع متواصل والقاب دائمة، البوديوم وعمر البطولة، بطولة واحدة لبيسكايا، بطولة لفريق مايوركا، لقب للأريناس، اثنين للديبور، اثنين للريال بيتيس. سجل يا أرشيفي مرتين للريال سوسيداد، واكتب على ورقة الريال ونيون أربع مرات، الإسبانيول دي برشلونة خمسة كؤوس، نادي إيبسا سيفيا فلامينكو خمسة مرات، الريال ساراغوس كبير الروماريدا في ست مواسم، فالنتيا فريق الميستايا سبع كؤوس، أتلتيكو مدريد غريمك في العاصمة تسعة، وأتلتيك بيلباو 24 لقب، والبرسا يبقى السيد ب 25 تاج، وأنت يا مدريد للتاج الثامن عشر لهذه البطولة رقم 18. إذا في عمر البطولة 109 من الأعوام، وفي عمر المسابقة 107 بطل، الريال مدريد بهدف رونالدو يفرح للكأس، فكيف ستكون أفراح الشامبيونز؟ هل أفراح متواصلة للبلانكو أم هي عودة الأفراح لكبير البلاوغرانا إلى إفسي برشلونة؟ البوديوم انتهى والتتويج انتهى والكأس دخل في التاريخ. هذا محترفين سيسهرون الليلة، سيرقصون الليلة، لن يناموا الليلة، ولكن غدا عندما يصحوا عند الثامنة صباحا بعقلية المحترفين سيشدون الرحيل إلى برنابيو من أجل الاستعداد لقادم المواعيد. ارفعها فهي غالية، الكأس العالية يا إيكار، وغدا يوم آخر، اليوم لك وغدا لمن؟ سنرى، فإن غدا لناظره لقريب. والآن اقتربنا من الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا في دقائق مدريديين وكنا في اخرى كتالونيين. بالاخير نحن معلقين محايدين، لسنا بالمناوئين، ولا ندخل في لغة المتحالفين ولا لغة المناصرين. انتهت الحكاية بيضاء، وانتهت الليلة بيضاء، وانتهت الكلمات بيضاء، وانتهت الفرحة بيضاء. فمبروك للقلعة البيضاء، ومبروك الفرحة البيضاء للريال الأبيض الكبير. واحد رونالدو هداف الكاس، الكوفة أمامكم والصورة أمامكم والجزيرة دائما أمامكم من منظر الميستايا ومن القدر الأمير. على سبورت ناين التقينا، وعلى قنوات جديدة سنلتقي. فهذه تحياتي وهذه آخر سلاماتي. بالكل يعطي ثقة كبيرة للدفاع، أخطأوا قليلة الحارس هذا، وكان من اللاعبين المميزين في المباراة هذه. وسلم كما قلت لما كان فريق البرسا مسيطر في الشوط الثاني كان هو متواجد ويقود الدفاع بامتياز رغم صغر سنه، عمره 27 28 سنة، ولهذا أعتقد أن يستحق اللقب هذا الحارس الممتاز. وأعتقد أن صراحة أقول أن تحسن كبير للريال السنة هذه مع مورينو، تحسن كبير، واللقب هذا هام جدا لأنه فاز بالكأس وفاز على غريمه.